بدأت فكرة المؤتمر الدولي، مؤتمر الملك عبد العزيز الأول للإبل، من مؤسس ورئيس المنظمة الشيخ فهد بن فلاح بن حفدين، الذي أراد أن يكتمل بوجود العرس الكبير لمهرجان الملك عبد العزيز، يكون كذلك عندنا ما يتعلق بالبحوث والدراسات اللي في قطاع الإبل تطرح في مؤتمر أمام الملاك وأمام المشاهدين وأمام الحاضرين وكل من له هواية في هذا القطاع. كذلك هي فرصة كانت لجمع العلماء تحت مظلة واحدة، عرض أحدث ما لديهم في بحوث الإبل في قطاعات مختلفة، سواء كان في قطاع الاقتصاد أو في الثقافة أو في الأبحاث العلمية. فهم من هنا انطلقت الفكرة وتم الإعداد لها بتعاون نادي الإبل ووزارة البيئة والزراعة والمياه والمنظمة الدولية للإبل. بتضافر هذه الجهود وفرق العمل نجد اليوم أمامنا هذا المؤتمر الكبير. وحقيقة ما يميز هذا المؤتمر هو محاورة الدقيقة التي تلبي رغبات جميع محبي الإبل. فعندنا المحور الاقتصادي ويتحدثون فيه نخبة من كبار العلماء في اقتصاديات الإبل، وعندنا كذلك محور الأبحاث العلمية، وهذا المحور كذلك تواجد فيه علماء كبار يتحدثون حتى عن تجاربهم مثلا مع حليب الإبل وطريقته ودوره في علاج التوحد، هذا أحد الأمثلة. كذلك عندنا المحور الثالث وهو الموروث الثقافي، وهذه المحاور بالحديث عنها سنجد إن شاء الله تعالى أنه الإبل في جميع قطاعاتها متطورة بشكل كبير، وتطرح هذه الأبحاث أمام جميع المهتمين في مهرجان الملك عبد العزيز والعالم. وبذلك يكون مهرجان الملك عبد العزيز من ضمن مبادراته هو إطلاق هذه البحوث العلمية من الصياهد للعالم حتى يطلعون على آخر مستجدات عالم الإبل. اقتصاديات الإبل كان المحور هذا مقسم إلى عدة أقسام تحدثوا فيه عن أهمية منتجات الإبل في البداية وقيمتها الغذائية وأنها منافسة مع القطاعات الأخرى. كذلك تم الحديث عن طريقة تسويقها، وكذلك تم الحديث عن هل هذه المنتجات الآن متوفرة بطريقة معينة، أماكن توفرها طرحوا وراح يطرحوا كذلك إن شاء الله وين أماكن تواجدها، كيف التصنيع لها. حقيقة كان ومحور قوي ومثري بالمعلومات اللي فيه، وأتمنى إن شاء الله تتم الاستفادة من الملاك والمهتمين.